إنها تنحرف، الضربة الصاروخية انحرفت. الضربة الصاروخية الجديدة، ضربة سليم المخيفة، والنتيجة الآن 2-0. حميد، كانت ضربة حاسمة. حميد. عنوان هذه الحلقة الخلق الرياضي. تفكيركم منصب على التسجيل، وأنتم نسيتم أن الهجمات المبددة شيء لا نريده. حين يهاجموكم عليكم تعطيل التفاهم بين سليم ووليد، عليكم إعاقتهما من محاولة الضربة الصاروخية. سليم ووليد يهاجمان كأنهما شخص واحد، وسلاحهما القوي هو الضربة الصاروخية من سليم، لكن وليد هو الذي يدعم تلك الضربة. لازموه طوال الوقت، لازموه. وأثناء هجومنا حميد كان مراقبا طوال الشوط الأول، علينا أن نتخلص من ذلك، هذا ضروري. اعملوا على إيجاد تمرير ثلاثي بين حميد وبكري وباسل، عليكم أن تخدعوهم، لا تدعوهم يعرفون من الذي يسبب. إذا ما ارتبك سليم ومراقبوكم فسيرتبك شاكر والدفاع أيضا. حسن، الآن بكري، التوقيت السليم في الوقت الصحيح مع التعاون في اللعب سيؤديان المهمة، مفهوم؟ نعم. حميد تعال هنا. ها؟ أريد أن أكلمك. حميد، هل تعرف وضع السيد مختار الصحي؟ طلب منه الطبيب البقاء في الدراسة، فحرارته وصلت 40. فالطبيب فرض عليه تخفيف جهوده، إن كل جهده منصب عليه. أستاذي، أنا آسف، لقد دربنا منذ 3 أيام، ولا بد أنه كان يعاني من الألم وقتها أيضا، لكنه لم يظهر لنا شيئا وبقي معنا طوال الوقت. ليس هذا فقط، إنه يريدك أن تبذل أقصى جهدك. هيا يا حميد. حسنوا يا أولاد، هيا لواجبكم. نعم. أبي ادعو لي. الآن إلى الشوط الثاني، فريق المشرق متقدم 2-0. هل سيرينا سليم المزيد من ضرباته الصاروخية المخيفة؟ سنرى الآن. كما في الشوط الأول، ماذا سيفعل يا ترى؟ خذ.
أنال منك. ويل الله، خارج الخط، الرمية لفريق العليا. ها هي. لكن الأرجح أنه لن يضرب، ليس الآن. لن أدعك. هل سيسدد بكري؟ سار. ها هي. ضربة غواصة، سجل فريق المدرسة العليا هدفا. حميد وبكري وباسل بتمريراتهم الثلاثية نتيجة العمل الجماعي، يبدو أنهم غيروا خطتهم. نجحنا. علينا أن ننتبه. هذا صحيح، يجب أن نركز أكثر. النتيجة هدفان إلى هدف، يبدو فريق المدرسة العليا أكثر حيوية. هل سيتمكنون من الفوز؟ سليم يهاجم الآن منطقة فريق العليا بسرعة ضارية. لا تيأس أبدا، حافظ على هدوئك.
هل سيكون النصر حليف فريق العليا ام فريق المشرق؟ سليم قطع الكرة ومررها الى وليد، انه يركض بالكرة الان. وأصل إلى الألعاب الوطنية. أنا جاهز. ها هي. لقد خلصتها منك يا سليم. ضربة ركنية للمدرسة العليا، يا لها من فرصة كبيرة لإحراز هدف. وأن تحافظ على النتيجة، لا تهاجم. لعب جميل من العليا، نقطة لهم وبقيت 8 دقائق. سليم يتقدم مباشرة لإحراز هدف، ها هو الآن. سليم يسعى لهذا الهدف، إنه يفعل أي شيء ليتمكن من تسديد ضربته الصاروخية. سليم ضرب الكرة. سليم اعطي الكرة لوليد. لقد فقد سليم السيطرة. ما كان عليه. أه؟
أمريكا. حظا طيبا أستاذي، سنفوز. علي أن أجرب ضربة الصاروخية. سليم! سليم! سليم يهاجم مثل حصان، لكن هل سينجح بهذا الهجوم المتهور؟ سليم! سليم! لا لا، لقد ضاع عملهم الجماعي كليا، لقد فقدوا السيطرة على الكرة كليا. لي. لن أدعك تأخذ هذا، لكني سأخذها. آه منك، ويل لها، ويل لها. حميد أنا حسنا. أنتم جميعا كنتم رائعين يا بني. جعلت أباك يبكي. حميد اذهب وسلم على سليم خصمك، هذه أخلاق اللعب. اذهب. حاضر. لقد خسرت أمام ذلك اللاعب. سليم، حميد أنت لاعب ممتاز. شكرا لك. Yeah.